برضه امبارح بعد المباراه الجماهير او معظم الجماهير كانت بتتكلم عن محمد الشناوي والتالق الكبير اللي فيه محمد الشناوي على الجانب الفني وتصديه الانفرادين في المباراه، وكان حائط صد منيع للمرمى النادي الاهلي. ايضا علي معلول اللي ظهر في هذه المباراه وخاض اللقاء بروح الفانيلا الحمراء، الناس كلها كانت بتتكلم عن علي ان هو تحس انه يعني طول عمره بقاله فتره طويله جدا في النادي الاهلي، لعب طوال 90 دقيقه، عنده رغبه قويه في تحقيق الفوز، لعب رغم البطولات اللي حققها مع النادي الاهلي ومع منتخب تونس، الا ما عندوش الحقيقه تشبع وعلى طول بيفكر في الفوز. علي معلول فاز بافضل لاعب في الجوله اللي فاتت، الجوله الثامنه.